خلوني أسج وامشي في الخلا الخالي ارتاح تجيتني في راس مشلوبة ومد بعد النظر من مرقب عالي يا عادليني عن المنهاج ودروبة خلوني أسج وامشي في الخلا الخالي ارتاح لجيتني في راس مشذوبة ومد بعد النظر من مرقب عالي ولا بواد حياة عن كل ماضي ما حدا والعزم وضاع الرحيل العزم وضاع الرحيل واليوم ساعة ما لفوا الروس بالروس احتفوا صبيان بالحارث كفوا ربعي هل السلم الأصيل ربعي هل السلم الأصيل سلام العيال تحفظوا الكثير نقول إن شاء الله لك أسمعنا أكثر من نحفظ طيب أعطينا في قصيدة يقول فيها أنا سفير مفوض من كبار البخوت أدخل صدور الأوادم وأدخل بيوتها أدخل مع الباب وأهرج والأوادم سكوت وأروح ما دقت من ماها ولا قوتها أحدني رحب لي مني دخلت البيوت ترحيبة الصدق معناها ومثبوتها واحد يقول ما نبي للضيف صورة وصوت كثرت علينا الضيوف ولجنا صوتها يا ليت للكلمة اللي ما تجمل ريموت وليا وصل هالسرة حركت ريموتها حتى أني أبقى عزيز ومحترم لين أموت وتفوتني ساعة الخذلان وفوتها لعبت علينا الليالي مثل لعب البلوت مرت علينا خسارتها وكبوتها لعبت علينا الليالي مثل لعب البلوت مرت علينا خسارتها وكبوتها كنا نشيع من زاهب في ظهور الفروت نرعى الدبش في حثاث الأرض وخبوتها واليوم ما نلبس إلا من خيار البشوت والبيض تلبس جواهرها وياقوتها واللاش مثل المليك الطاغي الجبروت ما باقي إلا يخم الأرض ويشوتها والشيخ ما عاد يقدر يمنعه لا يشوت يا ساتر يستر على الشيخان وبشوتها سلام البارحة جيت المكان اللي ما جيته من زمان واستقبلتني ذكريات ما تغير لونها جابت لي اللي معها التغير في نفس المكان وجابت مراويح تغاس لمزونها بمزونها وطياف من قامت تثنى مثل عود الخيزران في ظل دوح يلعب العصفور بين غصونه وطياف من قامت تثنى مثل عود الخيزران في ظل دوح يلعب العصفور بين غصونها ليت الخيال اللي واقف بي على بر الأمان ما هو بيوعدني وراء الهقوة ويخسر دونها وقفت أدور للي أسقتني من أنهار الحنان ما شفت غير الظلمة اللي مثلك أحلى عيونها عز الله اني بعد فرقها فقدت الاتزان وهي فقدت عوني عسى ربي يكون بعونها عز الله اني بعد فرقها فقدت الاتزان وهي فقدت عوني عسى ربي يكون بعونها لكن بعد ما قطع حبل الوصل واللي كان مات الغرام وعشت بدوني وعشت بدونها مات الغرام وعشت بدوني وعشت بدونها جراح وجنوبه يجري به الماء يجري به
مسائي ولا كلمة مختصرة اجتماعية اللي يقول الشاعر الذبياني، ويمكن بعضكم سمعها، يقول لو كان لو حيت هرجة قلت من قالها واروح اقافر واقول له مثل ما قال لي، ما كان لي في العرب صاحب ولا ابن عم ولا صديقا ولا واحد يقول لي سلام، لكن خليت ذاهبني وذاهب عم ونوني أعمى وذي صمى وذاهب كما وراعي أمانة، وكان متزوج ثنتين من الحريم، وفيه واحد يبغى الحج مدري يبغى العمرة، فجاء عنده مبلغ من المال ذهب وقال بحطه عنده أمانة حتى وأرجع، والناس كان ظروفهم المادية تعبانة وأمورهم، فجاء عند هذا اسمه خليف، وخليف عايش في بيت الشعر، فأخذ المبلغ ودفنه في قسم الرجال الأرض عنده ثنتين من الحريم، وكنا شفنا المال اندفن وقلنا الرجل بيتزوج علينا فما معنا طريقة إلا نسرق المال هذا. فاللي حصل قالوا كيف نسرقه، يا بتهمني يا أنا يا أنت تقولوا خويتها. اللي حصل طال عمركم السامعين أنهم قالوا نترك الفرصة حتى يجي ضيوف، وإذا جاء ضيوف ربي يتهم الضيوف ويخرجنا من الموضوع. فعلا اللي حصل جاء ضيف، والضيف هذا شاعر، وجوا عزم أهل المراح وتعشوا عنده وصروا ولا جلسوا وياه، وأخذوا في القصيد والعلوم الطيبة حتى جاء وقت المنام، قال يا ضيف نام على فراشك والبيت بيتك وأنا بروح أنام في الشقة البيت. يوم جاء الصباح إلا أثر الفلوس مشال من محلها وقريب من المذبح حق النار، واستحى الرجال يكلم الضيف ويتهمه، ما يزين شكله على. والله راح للحريم حريمه سأله إنه يا حريم حد راح شق الرجال، حد سرق الفلوس هذه حق الناس، هذه أمانة ما هي بلي. كل واحدة تقول والله مو بنا، صرنا يبكينا ولا الضيف يسمع خلف الرواق إنهن زي ما تقول تبرأنا من الكلام ذا ويبكينا. قال بسأل الضيف لكن بالسلوب لطيف كذا بحيث إنه لا يزعل علي. المهم بدأ له بيت يقول يا ضيف أنا بنشدك من غير تكليف، والحاجة اللي قلتها بعتمدها. يا ضيف أنا بنشدك من غير تكليف والحاجة اللي قلتها بعتمدها، أنت علامك تطفي النار يا ضيف تحت تراب الأرض تدفن جمرها. قال له أنت نشدت وأنا بجاوبك يا خليف، أنت نشدت وأنا بجاوبك يا خليف، والحلة اللي وأنا فطر والحلة أعرف قدرها. النار طفتها المزونة المراديف اللي عليك اليوم هلت مطرها، اللي خلفها رجال سمع السالفة اللي حدثت بيني وبينه. أنت نشدت وأنا بجاوبك يا خليف، وإيش أنت نشدت وأنا والنار طفتها المزونة المراديف اللي عليك اليوم هلت مطرها. ولا الرجال بان له علم، قال سؤلف، وأنا الرجال أحب السواليف وأعرف طويل السالفة من قصرها. وإن كان عندك وصف، الرجال ما يدري أيت فيهن من الثنتين، وإن كان عندك وصف هات التواصيف قبل المصيبة تشمل اللي حضرها، يقول قبل ما تلحق مصيبتها. قال إنه إيش؟ قال صخرة جبلكم صابها صاعقة صيف، ورأيت نار الصاعقة في نحرها، يقول يما تقسمنا هن بين هن بين كل واحدة تحط في الله المستعان. قال صخرة جبلكم صابها صاعقة صيف، ورأيت نار الصاعقة في نحرها، دور تلقاها حواليك في الريف، ولي ألقيت آثار عطني خبرها. يقول طمني. قام الرجال للحريمة قال أقسمت عليكن بالله إن ما تيتن بها أنا أطلقكن كلنا، دور لقيها في الحذول فعد لسه ما طلعناه زي ما قال الآن. والرجال قال وش خارجني من الضيف ذا الحين اللي كرمته واتهمته؟ قال حكمت لك يا ضيف بالخيل والسيف، حكمت لك يا ضيف بالخيل والسيف، والنفس هالمظلومة الله نصرها والسيف والنفس هالمظلومة الله نصرها والنفس هالمظلومة الله نصرها. قال الحل ما بكشف سترها، وعذره الرجال وعقل الله يا وجه انت بسم لي وبكالي، سلام يا وجه انت بسم لي وبكاني،
سلام يا وجه الغياب اللي تحفاني، جيتك على وضح النقا، مشتاق وادور لقا، وانشد عن علوم قلبك وش هي اخباره، وش هي اخباره من غبت عني، ما هنا لي مرقدي ساعه، يا حر كبدي من وجع فرقه وداعه، شيبت بي وانا صغير حملتني حملا كبير، شم شاعرك بان حزنه داخل اشعاره، داخل اشعاره. واحد جوده على كل جودي، ويا واحد جوده على كل جودي، والثانية يا رب ترضى علي واغفر ذنوبي وارضى عن والدي، يا رب تغفر جلتي والخطية، يا معتلم الخلق في ليل ونهار، ويا واحد جوده على كل جودي، ويا واحد جوده على كل جودي، والثالثة لاجل محاسب بدعواه، ثبت لساني واجعل الحق مبنى، واجعل كتابي في يد رضوان يقراه، يا رب تغفر ما مضى وانت غفار، وخزانات الجنة علينا شهودي، وخزانات الجنة علينا شهودي، والرابعة من يذكر الله ويجي يمشي على الملة وفرضه يصلي، سبحان من لا غيره رب نرجيه، جزيل العطايا يوم يا أبا الحسودي، جزيل العطايا يوم يا أبا الحسودي، جزيل العطايا يوم والراء الخامسة هاضت علي المعاني، ما كنها إلا من حروف القرآن، زين الهجوس اللي بناها لساني، وغني بزين الطرق في كل محضار، وليح وكثر الهرج قسم البلودي، وليح وكثر الهرج قسم البلودي، والسادس ماني براعي تمده، ما جاء علي في زماني وما راح، ماني من اللي في المحاضر بفضاح، ولا بسامع قول نقال الأخبار، ولاني من اللي ينقلون السدودي، ولاني من اللي ينقلون السدودي، والسابع يا قلبكم بالتحاسيف، واصبر على الزلة وهرج الأطاريف، يا قلبي ما كانت للأشراف قفوا وهم كانوا على سد الأنهار، وأخذ ما لهم عبد العزيز السعودي، وأخذ ما لهم عبد العزيز السعودي، والثامنة لا بد راع الخيانة اللي مشى فيها من أول زمانه، تمسي وتصبح كلها في مكانه، وإن زانت الدنيا تغير تغيار، ولا بد يزهر بالثمر كل عودي، ولا بد يزهر بالثمر كل عودي، والتاسع ما كانت الجمات سبق تسباق، تمشي مع أم القرن والساق بالساق،
واليوم هالجمات سبق تسبق ترد على ام القرن معروس الاشدار وعزتك يا الجمة عسير الحيودية وعزتك يا الجمة عسير الحيودية يا مرحبا عند لادس بدروس القرون ترحيبة التخمور الحفلة ومن جالها باسمي وباسم الرجال اللي تعرف السلوم ترحيبة شيخ فيها حصون شامخ جالها من مثلهم بين خلق الله تدق الخشوم يوم النهاية بحام ومسانة وجبالها عدتنا ما نلد العين يما الرخوم اللي تصك البيوت الغبر بقبالها حنا ليام اللفان الضيف يبقى محشوم يلقى رجال كرام ويكرم سبالها صلاة ربي عدد مرشده ما